شعر اهو. مدام بريزيدنت رجوي، سيدة رئيسة رجوي، سيداتي سادتي أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شكرا على دعوتي لحضور هذا المؤتمر العام. أود أن أبدأ أفكاري بقولي بأني قد استمعت إلى سيدة رجوي بعناية. سيدتي الرئيسة، شكرا لك على كلماتك التي أعتبرها كأوروبي يعني دعوة للنهوض، للاستيقاظ لأوروبا، دعوة للمجتمع الدولي ككل. لماذا؟ للتنبه، يعني مقصود خلال السنوات الماضية أنا وزير خارجية ورئيس المفوضية الأوروبية، العديد من زملائي في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا وفي شمال أمريكا وغيرها كان لهم اتصال مع ممثلي النظام الإيراني، كانوا يدعون الإصلاحيين أحيانا وأحيانا كانوا يدعون المحافظين. وأستطيع أن أخبرك من تجربتي مباشرة، لا فرق بينهما على الإطلاق. لقد كنت على دوام أجد شيئا واحدا، وهو المفاوضين الإيرانيين كانوا مقامرين جيدا وقادرون على إخفاء عن نظرائهم وترتيب الطاولة مثل مع وزراء ومجالس الاتحاد الأوروبي أو جمعيات الأمم المتحدة، كانوا دائمون قادرون على إخفاء ما يفعلونه على حساب طبعا الشعب الإيراني. وهذه نقطة واضحة، وهذا ما تفعلينه أنت سيدتي الرئيسة، ما قلتيه وما تفعلينه هو مهم، وما لديك في قلبك وذهنك دولة غنية بطبيعتها، لكن للأسف من أفقر دول العالم اقتصاديا، وهي فقيرة بحيث أن ليس لديكم حقوق أساسية، وبالتالي الحقوق الأساسية للشعب، الحق في حرية عن التعبير عن الرأي، حرية النساء والرجال أن يحظوا بالاحترام بمساواة، والحق بممارسة الشعائر الدينية، هذه حقوق أساسية، ودولتكم الجميلة للأسف تفتقر إلى هذه الحقوق جميعها. فمن المهم أن تقومي بالتركيز على رسالتك، وأن يقوم مجلس الوطني بإعادة تأصيل هذه الرسالة، رسالة لن أقول رسالة أمل، أنا برأيي أنكم ستنجحون، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، لكنكم ستحققون الحرية والعدالة للدولة ودولتكم. لكن مهم الآن أن تفتحوا عيونكم، أن تفتحوا يعني أن توقظوا المجتمع الدولي. عندما يقوم المفاوضين الإيرانيين بمحاولة استعادة الأسس وجلب نظرائهم المناقشين من الاتحاد، مفاوضين من الاتحاد الأوروبي ومن دول 5+1، هم يقومون بذلك، وهذا اعتقادي بأنهم يستخدمون الصفقة النووية كرافعة للحصول على الاعتراف بدورهم في المنطقة، يودون أن يحظون بالاعتراف بهم سياسيا، وهذه النقطة التي يجب أن يفشلوا بها، ولا يسمح لهم بالحصول على الاعتراف على أنهم شركاء حقيقيين، شركاء فاعلين. الصفقة النووية هي عنصر من عناصر متعددة من المشاكل، والتي تجلب إلى ذهني 30,000 سجين سياسي والإعدامات
والحكم بالإعدام وحرمان الناس من حقوقها الأساسية ليست على الطاولة فقط الصفقة النووية، لكن إذا وقعنا في مصيدة ما أن نجلس معهم على الطاولة وأن نناقشها مع مرة أخرى، فإننا قد قمنا بإطفاء الشرعية على هذا النظام والشرعية لدورهم، وهذا لسوء الحظ هو دور هو القيام بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وخصوصا الآن بعد انتخاب السيد الرئيسي. هذه لم تكن انتخابات، كانت تعيينا من قبل المرشد الأعلى، وبصراحة إذا كان هذا التعيين برأيي، هذا التعيين هو رسالة ضعف وليست رسالة تأتي من مركز قوة، لأن التعيين السيد الرئيسي يعني أن النظام يتجه نحو المزيد من القمع، لأنه يخسر سمعته بالكامل. هذه نقطة واضحة في العلاقات الدولية، إذا كان هناك نظام يخسر سمعته يجب أن يقوم بزيادة القمع، بأن يخمد الأصوات الحرة، ولحسن الحظ أنت صوت حر تحدثين من خلال شبكة عالمية، لكن يجب أن تساعدوا الشعب الإيراني على استعادة أماكنهم، وأن يستطيعوا أن يعبروا عن صوتهم الحر داخل إيران. وعندما يتحدث الناس عن العقوبات الاقتصادية، في رأيي الشخصي أكرر أن تلك العقوبات لا تؤثر على الأحرار في إيران، على الشعب الحر في إيران، لأن رفع العقوبات سوف يمثل سوف يشكل فقط منح النظام المزيد من النقود وليس منح الأموال للشعب الإيراني الحر، لأنه الذي يحصل حديثا خلال رفع العقوبات، ما النتيجة؟ المزيد من الفقر، الأسى، انعدام الحرية، نفس الظروف التي حصلت أثناء فرض العقوبات. علينا أيضا أن نوضح هذه النقطة، لأنها تستخدم في العادة في الآلة الإعلامية للنظيم أنه يود أن العقوبات تؤثر على الناس. أنا لا، ليس الناس الذين تأثر العقوبات، بل هو النظام، تمويل النظام، الفساد في النظام، توزيع الجائر للثروة ضمن الناس المتأثرين عن طريق إعطاء المزيد من الأموال للنظام. ما الذي سنفعل بشأن هذا التهديد المتصاعد الممثل بهذا النظام العدواني والرئيس المعين الذي يجب أن يجلب بالمحاكمة والمساءلة حول مسؤوليته على إعدام آلاف وآلاف من الأشخاص من السجناء السياسيين؟ أود أولا أن أقول لك أشكرك على هذه الدعوة للتنبه لزملائي في أوروبا. في أوروبا عليهم أن يعتبروا بعناية ألا يجلسوا بالإطلاق مع أولئك الشخصيات الإيرانية المعينة، وهذه سترسل رسالة واضحة. لا يمكنني أن أعترف بأشخاص عن طريق التوقيع على اتفاقية مع أيادي ملطخة بالدماء. علينا أن نكون واضحين كما فعلنا مع أنظمة أخرى، أن نكون واضحين وفي احترام الدستور والحقوق الأساسية وميثاق حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، وكوني
كنت مفوضا للحقوق الأساسية، كنت على معرفة وبسلطتي في ذلك الوقت بالمأساة المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران. في ذلك الوقت كان أولئك المدعوون الإصلاحيين قبل رئيسي، تصوروا الآن بعد رئيسي كيف سيكون التدهور الذي نتوقعه. الرسالة الأولى: أوروبا لا تجلس حول نفس المائدة المفاوضات مع النظام الإيراني، لا تضفوا شرعية أو شرعية على أولئك المتحاورون لدولة يستحق رئيسها أن يجلب للمساءلة. وبفضل التحقيقات لم، وهو برضو أيضا يعني رسالتي الثالثة أدعو إلى التحقيق في هذا الأمر. ورسالتي الأخيرة: أوروبا والغرب يجب أن يكونوا واضحين بسياستهم حول الشرق الأوسط، حول الدور المزعزع للمنطقة الذي تطلع به الحكومة الإيرانية، النظام الإيراني في الشرق الأوسط، مثل في دول مثل سوريا عن طريق عن طريق العراق، عن طريق الحرس الرئاسي وزعزعة المنطقة. وهذا أمر يجب أن يؤخذ بالاعتبار من قبل أولئك الذين يعتقدون أنه ربما يوما من الأيام قد يكون هناك بالإمكان حدوث مفاوضات مع الدول العربية. هذه قطعا استحالة. مرة أخرى هي كأنها يعني طاولة قمار، هم يحاولون الإخفاء أو الاختفاء، يخفوا وراء الستار الرعب وانتهاك حقوق الإنسان. وفي الختام برأيي ما تقومين به الآن هو ليست فقط دعوة للتنبه والتيقظ، لكن كما قلت لقد أشرت إلى عدد من النقاط الرئيسية، لكن هو دعوة إلى احترام الحقوق الأساسية الإنسانية، وهي الحقوق الشرعية التي يستحقها الشعب الإيراني. وهذه حقوق عالمية، ودولة لا تقوم باحترام تلك الحقوق لا تستحق أن تعتبر شريكا رئيسيا طبيعيا إذا كانت يعني تفتقد بالكامل للاعتراف بالحقوق الأساسية. هذه قيم كفاحكم من أجل حقوق الشعب الإيراني. هذه هي رسالة إلينا وإلى أوروبا وإلى الغرب، لأولئك الذين يعتبرون صراعكم وكفاحكم من أجل حقوق نيل الحقوق لا يمكن المفاوضة عليها. لا تتفاوضوا مع أولئك الذين يقمعون الحياة الإنسانية، ولا تجعلوها الذين يجعلونها القمع والاضطهاد طبيعة في ذلك النظام. وكلما كان الأمر، أنا أعتقد أن كنت أقول الشيء الصحيح والآخرون هم على الجانب الخاطئ من التاريخ، سيخسرون ستفوزون. شكرا لكم.